مشاهدينا الكرام، حملة شبابية أخرى تحمل اسم Uplift Kuwait تهدف إلى إلهام وتشجيع وقيادة الشباب إلى الإبداع في مجالات التنمية المختلفة مثل الموسيقى والرسم والتمثيل والبرمجة وأيضا أعمال خيرية وغيرها من النشاطات الإيجابية. الحملة تسعى لتحقيق أهدافها عن طريق إقامة المعارض في مرافق ومجمعات البلاد، بحيث تضم المرافق ورش عملية في مجالات متنوعة. فاصل ونعود لكم. للحديث حول هذا الموضوع معنا ناصر اشكناني، مسؤول الحملة الشبابية. طبعا يعطيكم الخير، يعطيكم العافية وكل خير أكيد على هذا المشروع الجميل. بس إذا نتكلم عن الأنشطة التي قمتم فيها من الآن وشنو المستقبل لكم في هذا الموضوع؟ شيء مشكورين على الاستضافة والله يعافيك. وأول شيء هذه الحملة أنا بديت فيها قبل شهرين، ألهمتني صراحة مريم الخرافي على الأعمال التطوعية اللي قاعد تسويها. وأنا شخصياً كنت بالأعمال التطوعية من عمري 17 سنة، رحت بيرو، هي دولة بأمريكا اللاتينية، كنت طالب بأمريكا وساعدت بهالأورجنايزيشن اللي اسمه ميد لايف. ساعدنا ناس فقارة ببيرو وبنينا دري على جبل ببيرو. فمن عمري 17 سنة اتجهت حق المجال التطوعي وقررت اني ارد الكويت عقب ما درست سنتين بامريكا. انا كان عندي تصور حق الشعب الكويتي ان احنا كلنا ويا بعض ايد بايد نرفع دولتنا الكويت. وامس كان في حملة افرحهم بحقيبة واسعدهم بحقيبة مع مريم الخرافي، وتساعدنا بالحملة وما شاء الله كان يعني الاقبال والتطوع كبير من الشعب الكويتي. ناصر، قبل شوي قاعد نسمعك كنت قاعد تتكلم، ما شاء الله الطاقة الإيجابية عندك والباور ما شاء الله عالي. شلون أوصف لنا حضور الناس، إقبال الناس على حملتكم؟ والله عن حملة أفرحهم بحقيبة الناس كانوا وايد مستانسين على إن في شباب بالكويت قاعد يسوون هالشيء من مجهود شخصي. فالناس لما تشوف كذي تشوف إن الواحد قاعد يعطي من قلبه، هم يستانسون صح ويدشون ويسوون نفس الشيء. صحيح، هي عمليه متكرره نفس الدومينوز، لما الدومينوز تدس شيء واحد يطيح كله يطيح. فنفس الشيء للمجتمع، اذا واحد بادر بالخير والله العظيم ان الكل يبادر بالخير، وشيء حلو تشوفه كل يوم يعني. صحيح. طيب انتوا هذا العمل التطوعي، نقول حمله Uplift Kuwait، تشارك الجمعيات الاخرى في الكويت مثلا في تشجيع الشباب على العمل التطوعي بشكل خاص، شنو تشوفون بالمستقبل؟ وين ممكن توصلون باعمالكم التطوعيه؟ اي اول شيء Uplift Kuwait راح يكون البدايه بالكويت، بس مستقبليا انا مخطط اني اسس اورجنايزيشن اسمها Uplift Campaigns، حملات Uplift. راح ان شاء الله اضمها حق الامم المتحده، وقاعد اكلم اليو ان دي بي بالكويت، يو ان شنو اسمهم، يو ان دي بي مو متاكد، راح اكلمهم وان شاء الله اضمها حق اليونايتد نيشنز. وكلمت عمان ان نسوي Uplift عمان، كلمت الشباب من قطر عشان نسويها بقطر، وكلمت السفاره الايطاليه بنفس الشيء نسويها بايطاليا. شنو ردود فعل هذه الدول؟ وايد وايد متحمسين حق الموضوع ومستانسين ان في هالتغيير يعني بالاوضاع هذه اللي الحين بالعالم طبعاً. نحتاج شباب، لان جيل صغير هو اللي يغير الدوله نفسها. في طاقه كبيره الجيل الشباب، وايد وايد حلو انه يستغلها في هذا المجال التطوعي بالذات. صحيح. يعني صحيح. مساعده الغير، يعني هذا ارضاء ذاتي بشكل كبير، ان الواحد يسوي شيء زين. صح. من غير ما يتوقع اي مردود سواء كان مادي او اي نوع ثاني، هذا فعلا عمل الواحد صدق يستحق الشكر عليه. صحيح. ناصر، خلينا نرجع شوي، نرجع ورا، بدايه الفكره من وين جت لكم؟ اول شيء الفكره قبل بدايه رمضان، انا كنت يعني لما بدا اول يوم رمضان قلت حق نفسي شيء، قلت الحين هذه بدايه حلوه رمضان، وشنو اشوف بنفسي ودي اغيره، ودي احسن من نفسي. فبلشت اول شيء بالرياضه زين، ولما بلشت بالرياضه تلتني على التغذيه زين.
بعدين لما حرات حق التغذية هالشيء تلني على مجال ثاني أو هو مجال تطوعي. أنت لما تبلش بشيء تشوف إن الخيوط تسحبك حق أشياء وايد. شلون تلني إذا تسألوني شلون تلك حق الأعمال التطوعية الرياضة يعني شيء غريب يمكن. تلني لأن كنت أنا وايد مركز على نفسي بالرياضة تركيز تام بس على نفسي أنا. هالشيء كان الصراحة مو وايد مفرح إن لما أنت تركز على نفسك 100%. فلما اتجهت وقمت أساعد الناس مثلاً أسوي جداول أساعدهم على تغذية. على التغذية وكذي قلت ليش ما أسوي شيء أكبر؟ ليش ما أسوي معرض يركز على كل الجوانب الاجتماعية العلمية الثقافية؟ ولما تشوف البسمة على وجه واحد أنا ساعدته أو شاب شابة شعور صراحة يفرح كافي يعني شعور لا يوصف. أي أيوة والله العظيم صحيح. جميل جدا. طبعا مثل ما تفضلت هذا الشيء لما يكون واحد يركز على نفسه غير عن ما يعطي حق غيره. بس المهم في هذا الموضوع أستاذ ناصر هو الاستمرارية. فهل هناك خطط مستقبلية؟ نتكلم إحنا هل يعني نتكلم نحن عن الشهرين اللي فاتوا. أيه. ماذا عن السنة القادمة والخمس سنين القادمة؟ صح. إن شاء الله العشر سنين القادمة. أنا عندي يعني تخطيط كامل حق إن شاء الله خمس سنين الجاية. إن شاء الله. حملة أبليفت كويت هي تتضمن ثلاث فعاليات. الفعالية الأولى راح تكون عبارة عن معرض. إن شاء الله يكون بمركز يعني مراكز الكويت أو المجمعات المختلفة. هذه الفعالية الأولى. الفعالية الثانية والثالثة راح تكون على مدار سنة 2017. الفعاليات اقول لكم اسمهم بس ما راح ادش يعني عميق بالفعاليات على الاقل نعرف التواريخ عشان يكون في تواصل معاكم. تاريخ صحيح. اوكي المعرض الاكزيبيشن ان شاء الله شهر 12 على الشتاء يعني الجو حلو كذا يعني يساعد الواحد صح. يشارك المعرض ابلفت معرض ابلفت كويت شهر 12 ان شاء الله بالافنيوز. نقول حق فريق الإعداد يتابع مع الأستاذ ناصر الشكراني أكيد صحيح. علشان نغطي هذه الفعالية. نعم. تستحق التغطية. نعم ناصر شون إذا واحد إحنا أنا بينضم معك شون؟ أي. شو الطريقة؟ والله عندي أنا الإنستغرام الشخصي اللي أتكلم فيه عن التشجيع وأتكلم فيه عن أعمال تطوعية والأعمال الإنسانية وأيضا أتكلم عن ريادة الأعمال. إذا واحد يتواصل يعني يقدر يدش عليه بالإنستغرام وفي الإنستغرام الخاص بالأبليفت كويت. شنو اسم الاكونت؟ uplift uplift.kuwait uplift.kuwait انزين. وايضا في رقمي وفي الايميل اذا احد حاب يتطوع. انا مثلا احتاج افراد يعني بخبرات معينه مثلا احتاج جرافيك ديزاينر عشان يسوي لنا اللوجوات احتاج فيديو جرافر وكذي وكل هذا اكتيفست هم راح تحتاج على الارض وايد. اذا في ناس يشاركوني نفس الفكره يعني مثلا مريم نفس الافكار الحين احنا ويا بعض وايد مساعده مو طبيعيه من مريم ومشكوره الصراحه يعني يعطيها العافيه. فاللي حاب يدش لنا بالانستغرام وان شاء الله يعني نشتغل ويا بعض ان شاء الله والله يوفقكم ان شاء الله ومنها الى الاعلى والاعلى ونشوفكم هنا ان شاء الله السنه الجايه مسوين انجازات ومساعدات كثيره وفرحتوا ناس كثيرين. معنا كان ناصر الشكراني مسؤول حملة الشبابيه ابليفت كويت. يعطيكم الف عافيه والى الامام دائما. شكرا.